مجلس الأمن في جلسته السابقة فشل في اتخاذ إجراء لتطبيق مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة، ودخلت تساؤلات دلوقتي تروح ناحية دور مجلس الأمن في الفترة القادمة تجاه المجازر اللي بيرتكبها قوات الاحتلال. تفاصيل أكتر، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع يا جماعة. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل أكتر من السفير محمد الشادي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. ويعني في البداية حابين نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، إيه هو الدور المقرر أداؤه من جانب مجلس الأمن تجاه هذه الحرب الغاشمة اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة؟ مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتطبيق بنود الميثاق الأمم المتحدة. وهذا كلام نظر، حقيقة الأمر إن الأمم المتحدة بتشكيلها الحالي عجزت عن مواكبة أي حرب شفناها منذ قيام، يعني عجزت عن إيقاف حرب فيتنام، عجزت عن تحرير سيناء رغم القرارات المتعددة لمجلس الأمن خلال هذا، عجزت عن حماية العراق، عجزت عن حماية لبنان، أفغانستان إلى آخره. التشكيل الحالي لمجلس الأمن ونظام حق النقد أو الفيتو اللي ممنوح للدول الخمسة دائمة العضوية، اللي بيجعلها أكثر الدول مسؤولية تجاه السلم والأمن الدولي. عندما نرى في أزمة غزة وزير خارجية أحد الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة يشارك في اجتماعات مجلس الحرب المصغر الإسرائيلي، وعندما نرى رئيس وزراء بريطانيا وهي أيضا عضو دائم يهرع إلى إسرائيل بحركة مسرحية على متن طائرة بطل عسكرية ويخرج من عنبر البضائع ليكون بجانب السلاح المرسل إلى الدعم غير المحدود اللي أدى إلى استخدام حق النقد مرة ضد القرار الأمريكي ومرة ضد القرار الروسي، كل ده بيؤكد لنا عجز النظام وإن أصبحت القوة الغاشمة هي الورقة الرابحة في العلاقات الدولية، وده أمر في غاية الخطورة، إضافة إلى إهانة منظمة الأمم المتحدة. عندما يقف مندوب إسرائيل أمام الأمم المتحدة ويوثق الملف المقدم الإنسان ويقول إن هذا كلام معادي للسامية، سعد سفير الصوت مش واضح، استأذن حضرتك بس لو تغير المكان. وأعتقد أنه في كلام حضرتك متفق مع رؤية الكثير من الدول بأنه مجلس الأمن مشلول حرفيا كده، وده يمكن عنوان قريته في إحدى الصحف العربية بالأمس، مجلس الأمن مشلول أمام أي تحركات أو أزمات بتواجهها منطقة الشرق الأوسط. كده الصوت أحسن؟ تمام يا فندم، بتفضل. وعندما تطالب إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة بالإستقالة لمجرد أنه قال ما حدث في غزة لم يحدث من فراغ، كل هذا بيمس هيبة الأمم المتحدة جهاز مسؤول عن الأمن والسلم الدوليين. فيعني أعتقد أن التعويل على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إحنا شفنا بالأمس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني صدر منها توصية بأغلبية 120 صوت لمجرد هدنة إنسانية، وده يعني أعتقد ده أقل قدر، إن ما حدث في غزة
كلنا متفقين على ضرورة حقن الدماء، ولكننا أيضا يجب أن يكون هناك حساب وعقاب لإسرائيل على ما فعلته الذي لا يقل عن الهولوكوست ولا يقل عن الجرائم اللي ارتكبها النازي. ما هو بفكرة أو بحديث حضرتك عن الإدانة يا سعادة السفير، يقال إن هو ده منوط أكتر بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن بما أنك حضرتك ذكرت المحكمة الجنائية الدولية منوطة بجرائم الحرب وده مستوى تاني. أنا بتكلم عن الإدانة السياسية اللي منوط بها الأمم المتحدة. لو على الإدانة السياسية فندم، يعني يمكن امبارح الحمد لله تعتبر بادرة، يعني فكرة تأييد هذا القرار تعتبر بادرة، وبما أن حضرتك ذكرت يا فندم تأييد هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، برأي حضرتك بعد هذا التأييد لهذا القرار، وبرأي حضرتك كمان بعد الاجتياح البري لقطاع غزة، في الساعات المقبلة يعني كيفية التعامل، شكل التعامل لو هنتكلم على مجلس الأمن خاصة بعد الاجتياح البري والإبادة اللي بيمارسها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة وقطع الاتصالات، قطع كل وسائل الاتصالات، يعني دي كل دي جرائم حرب، ويعني يجب على المجتمع الدولي المتحضر إذا كانت الحكومات عاجزة أو غير راغبة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلنطي، ونرى أن الدعم لإسرائيل أتى أساسا من الولايات المتحدة وشمال الأطلنطي، واحنا بنرى هبة شعبية في جميع أنحاء العالم، هناك مظاهرات في جامعة هارفارد، هناك مظاهرات في لندن، هناك أيضا ردود فعل في فرنسا وفي أعتقد المجتمع الإنساني. سعادة السفير الصوت مرة أخرى مش واضح. مرة أخرى إلى مكان. تفضل. تفضل يا فندم، احنا سامعين حضرتك. طيب وان الاوان للشعوب لتنتفض ضد هذا الهمجيه وهذه البريه. النهارده يعني انا اسعدني ان ارى ان هناك قوافل للاغاثه من مصر التي لم تتاخر يوما عن اغاثه الملهوف في اي مكان، ولكني اتساءل من تغيث وكيف تغيث؟ يعني احنا النهارده القصف مستمر، بحيث ان اخشى عندما تصل هذه القوافل لا يكون هناك باقي من نغيثه، ثم كيف تغيث اذا كانت المستشفيات ليس بها طاقه لتشغيل الاجهزه وليس بها ادويه؟ فيعني هذه جرائم حرب يجب الا تمر. احنا بنتحدث النهاردة عن وقف اطلاق النار وهدنة انسانية، ولكن لا، حتى لا يتكرر هذا يجب ان يكون هناك تسجيل لهذه الجرائم. صحيح. حتى يقدم المجرمين الى العدالة والى القضاء. طيب. في عقاب الحرب العالمية الثانية الحلفاء قدموا المجرمي الحرب في محكمة نورنبرغ، احنا نريد محكمة غزة نعاقب من ارتكبوا هذه الجرائم البشعه في حق الانسانيه. طيب سعاده السفير، وحضرتك بتتكلم دلوقتي بتقول انه في خروج مظاهرات شعبيه في العديد من الدول، هل من الممكن ان تمارس هذه الضغوط الشعبيه ضغوطا على حكام هذه الدول؟ وهنا بتكلم عن الدول دائمه العضويه، عشان دايما الفيتو هو عقبه كقود امام اتخاذ اي قرار في مجلس الامن، والصراع الروسي الامريكي، اذا طرحت روسيا مشروع قرار ترفضه امريكا حتى لو كان في نفس إطار سياستها، والعكس صحيح. الولايات المتحدة هزمت في حرب فيتنام بسبب الضغوط الشعبية. لا تستهن أبدا بالضغوط الشعبية اللي بتستطيع أن تقلب الحكومات، تستطيع أن تظهر صوت الحق مهما كان عنت ومهما كان جبروت وانهياز الحكم. طيب سعادة السفير بشكل عام، يعني بحديث حضرتك حتى عن فكرة انه
لما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المملكة المتحدة يدينون التصعيد في غزة والأوضاع الإنسانية وبضرورة إدخال المساعدات الإغاثية، وعلى الجانب الآخر أو في مشهد آخر نراهم بالفعل يؤيدون الكيان الإسرائيلي بشكل أوقع على أرض الواقع. يعني حضرتك شايف أنه مجلس الأمن هل دلوقتي يعتبر مسرحية ولا إيه؟ هل يمكن أصلا أن نعول عليه في الفترة القادمة؟ إيه الوضع؟ لا يعني شوفي، سألوا سيدنا علي بن أبي طالب ما هو العلم؟ قال معرفة ما سيكون بمكان. يعني ادرس التاريخ، يعني هل مجلس الأمن نجح في أنه يوقف أي حرب، من حرب فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى إلى إلى, إلى كل هذه؟ يعني هذا المجلس، التركيبة مجلس الأمن قائمة على المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، ومياه كثيرة عبرت من تحت الجسر منذ هذا الوقت، وتركيبة الساحة الدولية تغيرت، والتعلق بأفكار وبأيديولوجيات عفى عليها الزمن بتعوق عمل الأمم المتحدة وبتعوق عمل مجلس الأمن. إذا حضرتك بتنصحنا كده إن إحنا ما نتابعش جلسات مجلس الأمن لأن هي لم تأتي بجديد؟ يعني شوف، أنت كإعلامي من واجبك إنك تتابع، وأن نعلم منك القصور ونعلم منك الخطأ في التركيبة حتى نكون جماعة ضغط لتغيير هذا الوضع المؤسف. مفهوم. أنا بتكلم عن الشعب، عن الناس وهي بتتابع جلسات مجلس الأمن، أول ما بتسمع أن في جلسة لمجلس الأمن بتتوقع أنه هيكون في إدانات أو أن يكون في حل، وده في إطار دور مجلس الأمن، يعني مش بعيد عنه يعني. لكن بهذا الشكل وبهذه الكيفية، وبما أن حضرتك برضو ذكرت مقولة لسيدنا علي بن أبي طالب أن إحنا لازم الواقع بيقول إيه، لأنه الماضي كان بيقول إيه، يعني اللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل في المستقبل مبني على ما حدث في الماضي. يعني هو اللي بيحصل في الحاضر انعكاس لما حصل في الماضي، اما المستقبل فإذا نغير الحاضر فستكرر الخطأ في المستقبل. فأرجو ان تكون تغطيتك وتغطية الإعلاميين الواعيين الآخرين يعني منهاج وتنبيه، لان هذا الوضع يجب ان يتغير. نشكر حضرتك جزيل الشكر السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وأعتقد أنه التصعيد في قطاع غزة أسقط العديد من الأقنعة، على أي حال يعني ربنا ينصر أهالينا في غزة ويسلم الأوضاع.